السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم المبرمج أحمد محمدي وحلقة جديدة من الكورس بتاعنا، كورس الـ Version Control Systems مع الأداة الرائعة جت. النهاردة هنعمل الـ Undo Changes، يعني احنا عملنا شوية تغييرات بس مش عايزينها، اكتشفنا انها غلط وحبينا نرجع فيها. نعملها ازاي؟ تعالوا معايا نشوف المحاضرة بتاعت النهاردة. عندي صفحة بيج اهيت، هعمل لها Edit. البرنامج ده اسمه Practice، اللي عاوزه يعني هسيب له اللينك بتاعته في التعليقات. انا بفضله الى حد ما، يعني مش ده انا كل حاجه بفضل اعمل بيها حاجه، بس هو خفيف شويه البرنامج دوت. ممكن تستخدمه في شغلك يعني مفيش مشاكل. خلينا نكمل المحاضره بتاعتنا. انا جيت دلوقتي ومسحت الجزء ده من الكود. اوكي، فايل سيف، وسيفت النسخه ديت في السيستم. حاجة اخش برنامج جيت، بس هيقول لك ان حصل موديفايد على بيج HTML. طيب ايه بالظبط اللي حصل؟ جيت ديفرنت، احنا خدناه جيت ديفرنت. هيقول لك انت حذفت السطر دوت من الكود بتاعك. طبعا جيت ستيتس وجيت ديفرنس خدناهم في المحاضرات اللي فاتت وشرحناهم باستفاضه. اللي عنده فيهم مشكله يراجع المحاضره تاني، يعني عشان ما نكررش الكلام بتاعنا. دلوقتي انا السطر ده اكتشفت ان انا مسحته بالغلط، انا عايزه تاني. مش طبعا في التغييرات الكبيره كنت مسحت جزء كبير من الداتا. طبعا انا بعمله هنا على سطر واحد بس في الريال وورك انت ممكن تكون مضيع جزء كبير من الكود، يعني فحاول تتخيل معايا. ماشي، طيب انا كده، لا انا محتاج الكود ده تاني اللي انا مسحته دوت. ماشي، اعمل ايه؟ هقول جيت وهنا شيك اوت. خلوا بالكم من شيك اوت دي، هنستخدمها كتير قوي في المحاضرات الجايه خصوصا في البرانشنج. ماشي، ركزوا فيها. وندخل هنا اسم الملف اللي انا عاوزه يرجع لشكله القديم قبل ما احط فيه التعديل دوت. ماشي، واكتب اسمه اهوت، اللي هو كان page.html وبس كده. نرجع للملف بتاعنا. رجع تاني اللي احنا مسحناه. يبقى انا كده ايه، عرفت احافظ على الكود بتاعي باستخدام الأداة الرائعة جت. ودلوقتي انت عاوزك تجربها في كذا حاجة، تخش تمسح يعني بعد ما تكون الفايلات دي اساسا متضافة في الريبوزيتوري، تخش تمسح شوية حاجات كده اهوت، وتعمل تشيك اوت وتكتب اسم الصفحة اللي انت مسحت فيها الاكواد وتدوس، هتلاقي الصفحة رجعت تاني زي ما كانت ولا كأنك مسيتها خالص خالص. واتمنى لكم التوفيق في حياتكم، واتمنى لكم اتمنى انكم تكونوا فاهمين الكود. والى ان القاكم مجددا لكم مني كل التحيات. انتظروني في الحلقه القادمه ان شاء الله، مش هتاخر عليكم. كان معكم مبرمج احمد محمدي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.